وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قدمت 3000 شهيد ونحو 13000 مصاب لحماية البلاد. وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تنسى شهدائها. يعني أن الخوف على مصر على طول دائم يعني، لكن في الفترة بتاعت 2011 و12 و13 و14 ولما حصل الموجة الكبيرة من الإرهاب والتفجيرات بتاعت الكنائس والمساجد والمديريات الأمن بتاعت الداخلية، اللي هو يعني قد يكون بعضكم ما كانش كبير قوي ساعتها، لكن في الوقت ده كان أي حد يشوف مصر يقول خلاص يعني، خلاص يعني كده، مش عايز أجيب يعني الذكريات دي تاني غير إن احنا نفتكرها عشان نخلي بالنا، عشان نخلي بالنا. لكن بقول تاني إن كان في شباب زي عمرو ورامز وكل اللي موجودين، في شباب من مصر من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومن كل حتة ومن غير تمييز لا مسلم ولا مسيحي، كله مصري دفع ثمن كبير قوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده، تبقى بالسلام ده. فان كان ان كان ليا كلمه اقولها للناس، حافظوا على اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا فيه وحمل البلد دي، وفي شهداء عمرو، في شهداء، شهداء 3000 شهيد، وفي 12 13000 مصاب اصابه يعني مؤذيه جدا ما يقدرش يبقى طبيعي بعد كده. ده الثمن اللي اتدفع، ما بنتكلمش في فلوس ولا في تخريب، احنا بنتكلم في ناس غاليه علينا، ناس غاليه علينا قدمت حياتها عشان البلد دي تبقى كده ونبقى احنا قاعدين كده مع بعض كلنا في امان وسلام.